قال: وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. نعم. احنا مر بنا الركاز ولا لا؟ ماذا قلنا في الركاز؟ دفين الجاهلية عدل، وقلنا يخرج الخمس فيه دفين الجاهلية. لقلنا ان الركاز ما فيه اي تعب، قاعد يحفر يبي يسوي اساسات بيته طلع له كنز، ما في اي تعب الركاز، واذا يخرج منه الخمس سواء بلغ نصابا لم يبلغ نصابا دار عليه الحول ما دار عليه، اول ما يطلع يطلع على طول، لا حول فيه ولا نصاب. الركاز ليس فيه حل وليس فيه نصاب ويخرج الخمس لأنه مال جاءه بغير تعب. الخمس يخرجه لمن؟ ها؟ يعطيه المرجع؟ لا، يعطيه المستحقين للزكاة لهم الثمانية، الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة هم الذين يأخذون هذا الخمس يوزع عليهم. أما المعدن، المعدن هو الذي أيضا يستخرج من الأرض كالركاز لكن بجهد، يستخرج من الأرض بجهد، مثل اللي يحفرون دورون الذهب، شوفون في بعض البحار أو البحيرات يحفر ويتعب ويصفي وكذا، وين الله يطلع له شيء من الذهب، أو يروح يحفر جبال يطلع منها فوسفات أو أي معدن من المعادن، فيروز مثلا، ألماس، هذه المعادن الوصول إليها مكلف جدا ومتعب جدا، فهذه ما يخرج منها الخمس. لماذا؟ لأن إخراجها فيه إيش؟ كلفة ومشقة، كلفة ومشقة، ولذلك يخرج ربع العشر اللي هو 2.5%، تعامل معاملة المال، زكاة المال وزكاة عروض التجارة، هاي يسمونها زكاة المعدن، يسمونها زكاة المعدن، وفيها ربع العشر اللي هو 2.5%. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.